وهيشهد التاريخ ان العمري فاروق واحد من الناس اللي ضروا النادي الاهلي اكتر من الانديه المنافسه واكتر من اي حد حاول يضر النادي، لان الراجل بسم الله ما شاء الله ما بيلاقيش اي حاجه خارطه بيها المجلس الا ما بيحاول ان هو يطبقها بالظبط، بيحاول ان هو يخلص من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي علشان كابتن محمود الخطيب بيحبه وبيثق فيه، وكمان دخل على كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي علشان خاطر كابتن محمود الخطيب بيحبه وبيثق فيه. من الاخر كده الراجل عايز يخش على انتخابات 2021 وهو واقف قدام محمود الخطيب وحيدا بعد ما الخطيب تخلى عن كل رجاله الواثقين فيهم، حتى كمان ان الراجل ده مرن علواني وده محمد الجرحي اللي جيبها بتاعته وبيحاول كمان مع جار نبيل. شفت بقى يا اسطى ان احنا مش هنمدينا الفضله والكلام اللي انت متخيله في دماغك ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تشتم وتقعد تتكلم كتير معايا على ان انت ايه اللي انت بتقوله ده، روح شوف مين اللي كان مسؤول على خناقه الاهلي مع تركي الشيخ، وروح شوف مين دايما الشخص اللي كان بيحاول ان هو يتصدر في الصوره وقتها، وكمان شوف الشخص دلوقتي اللي بيتم تصديره على ان هو رئيس الاهلي المحتمل القادم. الموضوع مش تهريج والموضوع مش هزار، العمري فاروق من زمان هو نفسه يبقى رئيس النادي الاهلي، عايز يدوس على اي حد، الموضوع بالنسبه له مش فارق كتير، اهم حاجه يوصل التارجت بتاعه الا وهو رئيس النادي. حتى والكلام ده هو معدي على كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره للنادي بحجه اي حاجه مثلا زي ان هو ما خدش اذن ان هو يروح يحضر برنامج رامز جلال في رمضان والكلام ده، وعيب ان مدير الكوره يبقى موجود في برنامج مقالب، مع ان كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من الناس اللي واخد منهم اذن من مجلس الاداره قبل ما يسافر الامارات هو ومحمد الشناوي وعلي معلول وكهربا، ما اعرفش الوحيد اللي ما جاش سيرته ما خدش اذن ولا عمل اي حاجه، بس ده ما حدش اتكلم فيه، لان الفكره كلها هم مركزين على كابتن سيد، مع ان كابتن سيد زي ما قلت لك خد اذن وكمان بيحاول ان هو يرجع الفلوس اللي خدها لان بي سي مقابل ان الحلقه ما تتذاعش، بس الموضوع خلاص فلت. احنا دلوقتي عايزين ماشي سيد عبد الحفيظ، حتى دلوقتي بدانا نخش على التارجت مع كابتن محمود الخطيب، نقول له بص مين اللي فشل مفاوضات احمد فتحي ومين كمان اللي اخر مفاوضات حسام عاشور، يعني ده جالنا في الاخر بعد ما عاشور يعني ما رضوش يقول له الكلام ده، واحنا كنا مفترض ان احنا مبلغينه، مع ان كابتن سيد عبد الحفيظ اتاخدت منه حوار ان هو يفوض اللعيبه ويجدد العقود بعد ما الكلام ده راح للجنه اللي معينها كابتن محمود الخطيب برئاسه كابتن محسن صالح الا وهي لجنه التخطيط، يبقى ايه دخل كابتن سيد عبد الحفيظ بحوار حسام عاشور؟ قلت لك الموضوع كله تلكيك، ما تدورش على ان هم عايزين يمارسوا سيد عبد الحفيظ عشان نكتشف ان كابتن سيد عبد الحفيظ فشل شغله دلوقتي. حتى لو كابتن سيد عبد الحفيظ ما هوش انجح مدير كره في العالم، بس كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من الناس زي ما قلنا بيناله ثقه كابتن محمود الخطيب، وكابتن محمود الخطيب بيثق فيه بطريقه غير طبيعيه. وعايز اقول لك حاجه، كابتن محمود الخطيب لو ما دخلش انتخابات السنه الجايه مش هيدعم العمري فاروق وهيدعم اي حد يترشح ضد العمري فاروق، وكان في كلام كمان ان هم بيحاولوا يخلوا محمود طاهر يرجع يترشح في انتخابات النادي وياخد دعم من كابتن محمود الخطيب ضد العمري فاروق اللي هو نائب رئيسه. تخيل الموضوع عامل ازاي يا صديقي، انا ما بهزرش ولا ببعد معاك، بس انا عايز اقول لك حاجه، في انتخابات النادي الاهلي مش كل حاجه بتكون ظاهره ليك ومش كل حاجه بيتم تسليط الضوء عليها، علشان خاطر الاعلام ما ينفعش ان هو يطلع يتكلم على حد هو مش عارف الدنيا بالنسبه له رايحه ازاي. ممكن يكون الشخص الوحيد اللي بيثق فيه كابتن محمود الخطيب في الاعلام هو كابتن احمد شوبير، لان كابتن احمد شوبير بيحب كابتن محمود الخطيب، غير ان هو دلوقتي بقى هو ملك الحصريات في النادي الاهلي، فراجل من مصلحته ان هو يلاقي كابتن محمود الخطيب هو الرئيس الجديد للنادي، والراجل بسم الله ما شاء الله في اتفاقيات زي ما قلنا ان هو لو الخطيب فضل موجود هيقف مع شوبير ضد هنا بوريدا في الانتخابات، وهلم جره يا حبيبي، مفيش حد بيعمل حاجه في البلد دي لوجه الله، كله مصالح بتتصالح، واهم حاجه بالنسبه لهم ان هم يبقوا قاعدين في الكراسي. هنزود الانديه دي نجاح او هنزود الانديه دي استقرار، الموضوع مش مهم. حتى مثلا لو احنا دلوقتي عايزين نحط كادر مدور ما اشتغلش قبل كده مدير كوره زي كابتن خالد بيبو، او كمان نروح نجيب عماد متعب اللي هو كان مشروح اداره الخطيب وقعد يخبط في دار كابتن محمود الخطيب على الهواء في كل البرامج اللي كان بيطلع فيها من بعد الحوار بتاع مباراه الاعتزال اللي اتعرض على حسام عاشور، فعايزين نجيبه كمان مدير كوره. الموضوع دلوقتي على ان احنا عايزين نطلع سنه مع بعض باي طريقه، والجبهه الثانيه بتاعه كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي وخالد الدرندلي ماسكين في سيد عبد الحفيظ، مش هنمشيه، انتوا عايزين تمشوه خلاص هاتوا لنا اغلبيه، واحنا بالنسبه لنا ما عايزين سيد عبد الحفيظ هو رئيس النادي وامين الصندوق والراجل راح جاب رينيفال، بصوا هم ثلاثه ضد ثلاثه، اما بقى الناس الثانيه اللي هو ضماطي واسمه ايه ده مهند، ما موقفهم لحد دلوقتي مش معروف، هم دول طالعين مع الطلع ونازلين مع النازل، بس دول بيميلوا اكتر لجنب الكابتن محمود الخطيب. فاعتقد ان حوار سيد عبد الحفيظ ده هيقعد علشان خاطر هيبقى الاغلبيه فكره ان هم يكملوا كابتن سيد عبد الحفيظ، غير ان انت ما دورتش على حاجه مهمه في كل الاخبار المتاحه دلوقتي، ما دورتش كمان ان في مصير محمد مرجان في نفس الجلسه هيقعدوا فيها يتكلموا على سيد عبد الحفيظ. فهمت يا اسطى الموضوع كان رايح ازاي؟ يا اسطى والله الموضوع كله موضوع انتخابات في النادي الاهلي بطريقه غير طبيعيه، الناس بتفكر انتخابات 2021 واحنا حالات الكورونا بتزيد في مصر بمعدل 200 و300 حاله، وامبارح كان 400 حاله، مش عارف والله الناس دي يعني عندهم تفاؤل غير طبيعي في ان هم هيقضوا السنه الجايه معانا وسط الناس وهيترشحوا كمان في مناصب، والله ما
الله يكون في عونهم بصراحه، لان هم يعني ممكن يكونوا بيفكروا 20 50 هيكونوا موجودين في انتخابات الاهلي او مش هيكونوا موجودين، وكان الله في العون والله بالنسبه للناس اللي زي حالاتنا اللي مستنيين ان احنا الفيروس يعدي، ومستنيين اي حد معدي علينا بالصدفه يعمل لايك او سبسكرايب، ومستنيين اي حد وهو بيعمل ديسلايك كده يقول لنا ليه ما عملش، يعني ليه عمل ديسلايك. لو انت بتقول ان انا بهبل على اداره الاهلي، فعايز اقول لك ان اداره الاهلي من اكتر الادارات اللي في مشاكل ما بينهم وما بين بعض، والاداره كلهم مش شاملين على بعض وكلهم بيضربوا بعض ومحدش فيهم طايق التاني خالص. وروح شوف كلام راني علواني وهو بتتكلم على مجلس الاهلي وان كلهم هم اللي قبضوا، وانا ما قبضتش حاجه من تركي الشيخ، انا ماليش دعوه، هم اللي قبضوا مش انا. وشوف كمان الخناقه اللي كانت شغاله من يومين ثلاثه ما بين خالد مرتجي والعمري فاروق، لان خالد مرتجي طالع يقول لك انا اللي جبت فايلر وانا اللي سالت مورينيو، مش عارف انا بقى مورينيو قاعد فاضل اي حد بيروح يساله نجيب ده مدرب الاهلي يقول لهم قشطه هاتوه. بوسيرو محمود طاهر قال انا رحت سالت مورينيو قال هاتوه. دلوقتي بيقول لك احنا رحنا سالنا مورينيو على فايلر، قال طب ايه علاقه فايلر بمورينيو؟ يعني بوسيرو كان راجل برتغالي سعادتك، انما ده راجل سويسري، فانت ازاي؟ بس عادي يعني التصريحات دي بتعدي، لان احنا قاعدين بقى في رمضان كل سنه وانت طيب، والناس بتبقى صايمه الصبح، واي تصريحات ومحدش بيدور ورانا. بس عادي يعني. بس اللي انا عايز اقوله لك تاكد تماما ان كابتن سلام حافظ دلوقتي بقى هو الخناقه الجايه. حتى كابتن سلام حافظ بيقول يا جماعه انا خدت الاذن منهم قبل ما اروح برنامج رامز، ايه اللي حصل؟ حتى كمان حوار اللعيبه عاشور وفتحي انا ماليش دعوه بيه، هم كانوا مفوضين لجنه كابتن محسن صالح اللي هي لجنه التخطيط دلوقتي ان هي تقعد مع اللعيبه، هم قعدوا مع اللعيبه وفشلوا في ان هم يكملوا مفاوضات معاهم بنجاح، انا مالي انا ذنبي ايه؟ فكابتن صالح حافظ بصراحه متفاجئ. بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن سيد، انت دخلت دلوقتي ما بين الخناقه، انت دلوقتي يعني مش هقول لك غير موقفك وروح اقف مع العمري فاروق، لان لو وقفت مع العمري فاروق هتلاقي محمود الخطيب بيخرتك بره النادي. فبص يا كابتن سيد خليك مع اعجاب الكابتن محمود الخطيب وشوف الدنيا هتبقى بالنسبه له رايحه ازاي. وبص يا اسطى مش هتخسر اي حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب في الخمس دقايق الخفيفين دول، انت اتحملت رامز جلال وتحملت تقل دم رامز جلال وتقل دم ريهام عبد الغفور في الحلقه الاخيره دي، وتتحمل كمان كل المسلسلات الكوميديه دمها تقيل، وكمان هتتحمل اي حاجه، ولسه بتشوف حلقه رامز جلال مع سيد حفيظ، عشان تقول حاجه واحده بس، ان كابتن سيد حفيظ هو الوحيد اللي ضرب رامز جلال، زي ما كابتن طارق حامد الوحيد اللي رامز جلال خاف يحط له التعبان اللي هو يخرب بيت او التفاهه والهيافه اللي احنا بقينا فيها. برنامج هايف، قاعدين نركز في تفاصيل هايف وهيف يعني بصراحه، يعني الله يكون في عوننا. ولو كمان يعني ضغطت على برنامج رامز جلال هتلاقي ان كان في برنامج تافه بتاع احمد الفيشاوي اسمه غني لو تقدر، رامز جلال حرفيا سرق ثلاث ارباع الفكره منه. بس عادي يا اسطى، احنا في مصر هنا اي حد بيقتبس وبيقول لك انا بقتبس حاجه وعادي، الحياه بالنسبه لنا زي الفل. عندنا مؤلف زي تامر حبيب مثلا عمال اكتبس من المسلسلات الاجنبيه لدرجه غير طبيعيه والموضوع بقى ممل بالنسبه له، بس عادي مالناش دعوه بيه، مالناش دعوه يا محي، وشكلنا نقعد نتفرج كلنا على الدوري الالماني. بس احنا كده بعدنا على كلام كابتن سلام حفيظ ومحمود الخطيب واداره الاهلي. بس انا عايز اقول لك الكلام اللي كان عندي خلص، ودي كل الاخبار اللي كانت متاحه على التفاصيل والطورات اللي بيعملها عامر فاروق علشان خاطر بيخطط للانتخابات السنه الجايه. كل سنه وانت طيب يا صديقي.